لو انت سافرت تركيا او لسه حتى ما سافرتش تركيا، فاكيد تسمع عن شارع الاستقلال وعن الترام الاحمر الشهير اللي انا راكبه. شارع الاستقلال في اسطنبول في تركيا من اشهر الشوارع في تركيا وفي اسطنبول طبعا، لان الشارع ده فيه كل حاجة انت عايزها: لبس، اكل، مطاعم، كافيهات، فنادق، هوستل. جولتنا النهاردة هتبقى في شارع الاستقلال، وهتبتدي من ميدان تقسيم لحد جلاطة تاور. طبعا ميدان تقسيم كبير جدا ومتفرع منه شوارع كتيره، بس احنا النهارده هنبتدي جولتنا منه لشارع الاستقلال لحد جلاطه تاور، علشان نشوف ايه هو شارع الاستقلال للناس اللي ما راحتوش قبل كده، ونشوف ايه الحاجات اللي موجوده فيه. طبعا شارع الاستقلال موجود فيه حاجات كتيره جدا، زي ما انتم شايفين محلات الحلويات التركيه الشهيره اللي هتلاقي منها كميات كبيره جدا، ومحلات باسماء مختلفه وعلى راسهم طبعا حافظ مصطفى وماضو وتادو، يعني انواع كتيرة واسماء كتيرة. ومحلات اللبس طبعا حدث ولا حرج، سواء البراندات العالمية او البراندات التركية او حتى المحلات اللي هي ممكن ما تبقاش براندات. وهتلاقي طبعا مطاعم كتيرة، وهتلاقي طبعا اشهرهم مطعم المدينة، وهتلاقي فنادق، وهتلاقي هوستلز، وهتلاقي طبعا كافيهات وبارات وملاهي ليلية. شارع الاستقلال ده لا ينام يا جماعة، يعني الشارع الوحيد الذي لا ينام في تركيا، من الساعة 10 الصبح للساعة 12 وواحدة بالليل صاحي والناس صاحية، وبالليل طبعا يا جماله بيبقى منور وأنواره جميلة جدا. شارع الاستقلال ما بيمشيش فيه عربيات طبعا زي ما الناس عارفة، الحاجة الوحيدة اللي بتمشي فيه هو الترام الأحمر اللي أنا كنت راكبه، بياخدك من عند تقسيم لحد آخر الشارع، رايح جاي هو واحد بس رايح أو جاي. شارع الاستقلال زي ما انتم شايفين بيعج بالناس، صيف، شتاء، خريف، ربيع، الدنيا بتشتي، الجو حر، هتلاقي فيه ناس ماشيه وبتستمتع. زي ما انتم شايفين معظم البراندات موجوده او كلها تقريبا، محل يوس اس بولو الشهير، وطبعا هتلاقي العربيات الجميله اللي الناس بتبيع فيها الذره والكاستناء والفشار والصميت وكل الحاجات اللي انت بتحتاجها بقى تنقنق فيها وانت ماشي، خصوصا في الشتاء. طبعا الشوارع الجانبيه لشارع الاستقلال برضو من الحاجات اللي هتلاقي فيها هوستلز ومطاعم وفنادق وكافيهات برضو موجوده. طبعا محل كوتون وماركت كوتون التركيه الشهيره من الحاجات اللي هتلاقيها هي واللي سي وياكيكي وديفاكتو ومافي وكولينز، وطبعا البراندات العالميه اللي انتوا عارفينها زي زارا وبولاند بير وسكتشر وبرشكا ولبس او جزم، كله موجود، حتى البراندات العالميه بتاعت الشنط، كل دي هتلاقيها موجوده في شارع الاستقلال، وممكن المحل له فرع واتنين في نفس الشارع. من الحاجات الجميله بقى اللي هتلاقيها في شارع الاستقلال هي الحاجات الترفيهيه، شويه الشباب اللي قاعدين بيغنوا بيرقصوا بيلعبوا جيتار، هتلاقيهم مثلا ممكن شباب عربي او اتراك او حتى اجانب، يعني مش هتلاقي جنسيه واحده. وهتلاقي بقى ايه الاغاني اللي هي ممكن السوريه على الشاميه على التركيه، طبعا الناس بتقعد وتتفرج وتنبسط، والحاجات دي موجوده طول الوقت في الشارع، سواء انت ماشي الصبح بعد الظهر المغرب بالليل هتلاقيها موجوده برضو، زي ما انتم شايفين الناس اللي حابه تقف وتتفرج وتدفع لهم فلوس، حاجات جميله جدا جدا. زي ما بقول لك الشارع لوحده فسحه، يعني انت ممكن تبقى تحط مثلا للشارع ده، يعني انا في تقديري مثلا 4 ساعات مثلا لو انت عايز تتفرج على كل المحلات اللي فيه، حاجات جميله جدا يعني. والوقت اللي انت تمشي فيه في الشارع ده مثلا من قبل المغرب بساعه لبعد المغرب بساعتين. زي ما انتم شايفين طبعا محلات الاكل كتيره زي ما قلت لكم، واسعار الاكل التركي في الشارع هتبقى غاليه. طبعا الشرطه ما بتسيبش الشارع ده لانه شارع حيوي، وساعات بيحصل فيه سرقه طبعا خلي بالك، وفي بالليل بيحصل بلاوي تانية غير السرقه، ما بقولكش بلاوي تانية حاجات خطر، يعني هتلاقي الناس بيقول لك تعالى بار، تعالى مالها ليلي والكلام ده. اسعار السميت غليت يا جماعه في تركيا، السميتايه بقت ب5 جنيه بعد ما كانت، قصدي ب5 ليره بعد ما كانت ب2 ليره، يمكن طبعا عشان فرق العمله والتعويم اللي حصل في تركيا، فده برده خلاهم يعلوا الاسعار. فانت لو رايح تركيا على امل ان الاسعار رخيصه زي زمان، مش عايزك يعني ايه تنصدم، بس مع ارتفاع الاسعار دلوقتي هتبقى تركيا رخيصه برده. في مول لقيته في شارع الاستقلال اسمه استقلال اي في ام، دخلته كده وبصيت عليه في عجاله في 10 دقائق. زي ما انتم شايفين المول ما فيهوش محلات كتير، هو مول من دورين تقريبا او 3، يمكن يعني المحل الوحيد اللي شدني في المول ده هو محل ديكاثلون، الماركه المعروفه طبعا اللي بتبيع الملابس الرياضيه ومستلزمات البحر بقى والسباحه سواء للرجال او السيدات، وفي طبعا برضو بعض الشوزات وفي حاجات تانية الملابس العادية يعني، واسعاره كانت حلوة جدا بالمناسبة. هو ده اللي انتم شايفينه في الدور الارضي، هو طبعا موجود في مصر في مول العرب، بس طبعا الاسعار
مختلفة تماما ما بين مصر وما بين هناك، يعني كانت الأسعار تقريبا التلت. فأنت برضو لو عايز تلقي نظرة عليه هتبقى حاجة كويسة. هو زي ما شايفين في الدور الأرضي، وهو محل كبير جدا يعني، واخد الدور الأرضي بتاع المول كله يعني. طبعا محل مافي اللي أنا قلت لكم عليه، وسكتشر. سكتشر في الشارع ده فيه منه 3 فروع تقريبا، وأسعاره حلوة جدا بالمناسبة، سواء اللي في الأوتلت أو في الأماكن اللي هي غير الأوتلت. يعني مقارنة بمصر، أنا بقارن بمصر، والليرة كانت من لغاية من أسبوع 1 ليرة إيكوال 1 إيجيبشن باوند. محل فلو إن ستريت دي من المحلات اللي تدخلها كل ما تشوفها. ليه؟ لأن هي بتبقى مجمعة مجموعة من البراندات، الجزم طبعا أديداس ونايك وسكتشر وحاجات كتيرة جدا يعني. فهتلاقي حاجات ممكن مش موجودة في المحلات التانية نفسها، فأنا أنصحك إنك تدخله. انت لو عندك وقت طبعا ادخل محلات كتير وشوف الاسعار، لان انا ما اقدرش اقول لك على كل المحلات ان انا دخلتها يعني. ادي ال سي وياكيكي كان له حوالي 2 فرع في الشارع ده لوحده، وفرعين كبار، هتلاقي كوليكشن مختلف عن اللي قبليه. الناس ماشيه، الناس بتستمتع، اجواء عالميه فعلا يا جماعه. يا سلام بقى لو شويه شتاء بينزلوا بقى ايه خفيفه كده، بتخليك اجواء اوروبيه عالميه. طبعا احنا كنا في شهر اكتوبر، فالاجواء خريف شوية، وجو يعني في لمسة سقعة. طبعا انت لو عايز الريكومنديشن بتاعتي، انا انصحك ما تجيبش ولا حلويات شرقية او ولا حلويات تركية من الشارع ده، ولا تاكل في المطاعم اللي فيه، لانها غالية جدا جدا زي ما قلت. وحتى تغيير العملة في الشارع ده الريت بتاعه اقل بكتير من منطقة مثلا بيزيد ولالالي ومناطق تانية كتير. يعني كانت مثلا بتفرق 20-30 قرش ما بين الشارع ده وحتة تانية. طبعا في محلات بقى يعني مستواها عالي، وزي ما انت شايفين لسه كنت بقول لكم هتلاقوا براندات عالية، والمحل متكرر تاني يعني. مافي احنا شفناه في الاول، هتلاقيه تاني في النص، وهتلاقيه في الاخر، وممكن اللي سيق. ليه يا جماعة؟ أنا بقول لكم ده عبارة عن مول مفتوح. ماضو ده محل حلويات مشهور في تركيا، وطبعا حاجته حلوة جدا بس غالي. بيقدم فطار برضو زي حافظ مصطفى وزي سميت سراي. بالمناسبة سميت سراي كان موجود في أول الشارع لما احنا كنا بادئين الجولة بتاعتنا. والميزه وانت ماشي في شوارع تركيا، خصوصا الشوارع اللي فيها سياح، كل واحد في حاله يعني، محدش هيبص عليك يعني. انت امشي براحتك، عايز تجيب اكل تاكل، عايز تقعد اقعد، عايز تقعد على الارض اقعد. انت شفت الناس عماله تغني وقاعد على الارض، عادي جدا يا جماعه. الحساسيه اللي انت بتبقى واخدها في السفر دي لازم تسيبها. محل زارا طبعا المحل الشهير والماركه المعروفه، اسعاره طبعا هي لا تقارن بالاسعار المحلات التانية. دي اس دامات برضو من المحلات الجميلة. شايفين يا جماعة الالوان والاعلام والحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا، وعاملة كده يعني اجواء جميلة جدا. والحاجات اللي في فوق دي متعلقة، هتلاقوه بتنور بالليل مع انوار المحلات دي فاكتو طبعا الشهير. الحاجات بتبقى عاملة مود حلو قوي بالليل يعني. يعني عموما دي كانت جولتنا في شارع الاستقلال، اتمنى تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتابعنا علشان في فيديوهات كتير جاية ان شاء الله من اسطنبول ومن تركيا. ومع السلامة شباب.